الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، بنرحب بك على بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا أستاذة فردوس. شايفين حضرتك النهاردة في حملة دعم السيد حمدين صباحي، ممكن حضرتك تدينا خلفية بنيتي اختيارك ده على أي أساس؟ الحقيقة أنا يعني حبيت أتأمل فترة طويلة وعشان ما يبقاش بشكل عاطفي، وبعدين بعد ما شفت كل البرامج وسمعت كل المناظرات وكل يعني المرشحين الآخرين، آمنت بشكل كبير جدا أنه يعني هيكون أصلح رئيس هو حمدين صباحي، لأنه حمدين صباحي لما نستعرض تاريخه من أول ما كان طالب في الجامعة كان مهموم بقضايا مصر. حمدين صباحي لم يتغير على الإطلاق، حتى بيته، حتى كل ما يتعلق بحياته الشخصية زي ما هو بالظبط. إحنا لازم لما نيجي يعني نختار واحد مننا، وأنا مبسوطة قوي من التعليق ده إن واحد مننا حمدين صباحي، وفعلا تحس إنه واحد مننا، وإنه مهموم بالغلابة ومهموم بالعمال وبالفلاحين وبالصحة وبالتعليم وبكل ما يتعلق بالتفاصيل الفظيعة اللي كانت موجودة في مصر خلال 30 سنة من تجريف لحياتنا بكل مستوياتها. حمدين صباحي عنده، حسيت انه عنده برنامج محدد، برنامج واضح مفهوم له توقيتات. حمدين صباحي عنده يعني حاجة مهمة جدا، انه مش هيعمل مركزية في القرار، ولكن هو يعني يستعين بالتخصصات وبالناس اللي عندها خبرات في كل المجالات، ويستعين بآرائهم، لأن مش مطلوب من الرئيس إن هو يبقى عنده خبرة في كل المجالات، لكن هو لا، إن هو لما يكون هيستعين بناس متخصصة في كل المجالات دي ظاهرة صحية جدا. أنا بعتقد إنه أهم واحد هيمثل ثورة 25 يناير بكل تضحياتها، بالشهداء اللي راحوا، ويحقق للشعب المصري اللي هو بيرجوه، هو حمدين صباحي. وبقول للشعب المصري إذا أردت أن تعيش حياة كريمة في المرحلة القادمة وفي السنوات القادمة، رشحوا حمدين صباحي، لأنه واحد مننا ولأنه فعلا يعني صادق في كل ما يقول. حضرتك على مدار تاريخك الطويل فنانة محترمة بتحظى باحترام الشعب المصري كله، أرائك بتتسم بالحكمة والعقلانية، كيف تفسرين انفصال الشعب أو عموم الشعب عن النخبة بسبب هجومها على القوات المسلحة؟ شايفة ده إيه بصفتك فنانة؟ بنثق في رأيها وبنحترم. لا، هو الحقيقة ما كانش الهجوم على القوات المسلحة، القوات المسلحة دي حياتنا، ما حدش يقدر يهاجم القوات المسلحة، واحنا نقدر نعيش من غير القوات المسلحة. هو يمكن كان الهجوم على إدارة المرحلة الانتقالية من بعض الناس، ومش هنقدر ننكر انه في طبعا سلبيات كتيرة جدا جدا حصلت، بس احنا مش هنتكلم في ده دلوقتي، لان احنا قصادنا مرحلة جديدة، بنتمنى يعني آملنا وأحلامنا تكون كلها تتحقق، وآمال الشعب المصري في عيش كريم وكرامة وعدالة اجتماعية وحياة سعيدة زي ما كان الشعب المصري في فترات يعني من سنوات طويلة عايش فيها. بنتمنى انه ده يحصل، ومن خلال رئيس قوي صادق وطني يعني ملوش مصالح شخصية، كل همه هو الناس ومصالح الناس، وأنا أعتقد إن اللي هيقدر يعمل ده هو حمدين صباحي. ماذا لو أفرزت الانتخابات المصرية في جولة الإعادة عن وجود مرشح من التيار الإسلامي ومرشح ينتمي للنظام السابق، هيكون اختيارات حضرتك فين في التوقيت؟ الحقيقة أنا ما تمناش ده خالص خالص، لأن التيارات الإسلامية أو يعني الإسلام السياسي زي ما بيقولوا أثبت
انه يعني هيرجعنا لعصور الظلام، اثبت انه هو يقول ما لا يفعل، اثبت انه هو عايز يتدخل في كل يعني ما يتعلق بحياة الشعب المصري ويفرض آراءه علينا، اثبت انه هو مش هيدينا حريتنا. احنا عملنا ثورة 25 يناير عشان بنطالب اول حاجة بالحرية، ولكن انا شايفة انه التيار الاسلامي السياسي يعني بالعكس صحيح هيكبلنا اكتر وهيحد من حريتنا اكتر، واحنا مش ناقصين يعني الحقيقة، طالعين من 30 سنة قهر وذل وتكبيل للحريات، مش عايزين حد يجي تاني يقول لنا اعملوا ده وما تعملوش ده والبسوا ده وما تلبسوش ده. يعني انا هقول لك على ناس كلمتني مرة يعني من شبرا، في ناس تقف على البلكونات يقولوا للست ما تنشريش الملابس الداخلية، نشريها جوه. انت مالك؟ انت مالك؟ انت هتتدخل في تفاصيل التفاصيل؟ انا امي، احنا شعب محترم وشعب متربي كويس. انا امي لما انا كنا صغيرين كانت تقول لنا لما تيجوا تنشروا الملايات الاول وبعديها الملابس الداخليه. هتيجوا انتوا دلوقتي بعد السنين دي كلها وبعد الحضاره دي كلها عايزين تفرضوا ارائكم علينا؟ احنا متربيين كويس قوي، احنا عارفين ايه اللي ممكن يتعمل. سمعت كمان انه في الاقاليم في بعض العربيات اللي جايبه عماله بتعلن نزلوا بناتكم عشان نعمل لهم الختان وخدوا 100 جنيه. احنا هنرجع لعصور الظلام تاني، احنا هنرجع للتخلف تاني. طبعا ده مرفوض على الاطلاق، وحتى المرشحين اللي بينكروا انهم يعني بينتموا للتيارات الاسلاميه هم تيارات اسلاميه حتى النخاع، وانا بقول للناس كده واحذروا، يعني لازم تتمسكوا بحريتكم، لازم تتمسكوا بكرامتكم، ما حدش يفرض عليكم تعيشوا حياتكم ازاي. طبعا بالنسبه لل يعني للنظام القديم ومرشحي النظام القديم، يعني ده برضو مرفوض، لان احنا ما عملناش ثوره ويعني بذلنا كل الدم ده عشان نرجع للي كان. في لقائي مع بعض الاشخاص ممن ينتمون للتيار الاسلامي وبخصوص الحديث عن الفن المصري، بعضهم اعطاني نموذج للفنانه المحترمه الفنانه فردوس عبد الحميد، قالوا انها تقدم فن محترم غير مبتذل، وبالتالي اعتبروا حضرتك نموذج. فانا عايز اعرف حضرتك، بعض ما ينقل عبر وسائل الاعلام قد يكون مفتعل وقد يكون بيثير الخلاف ما بين المواطنين المصريين بمختلف انتماءاتهم. شايفه ايه بصفه حضرتك بتنتمي للتيار الليبرالي، شايفه ان الهجوم دوت على التيارات الاسلاميه او على الاخرين مش بيعطي او بياخد من مجهود التيار الليبرالي ان هو يتحدث عن نفسه اكتر؟ لا، هو انا هقول لك، يعني انت سالتني عن التيارات الاخرى، انا ما كلمتش يعني ما اهتمتش ان انا اتكلم بالتيارات الاخرى لما انت سالت، لكن انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم على المبدا، يعني مبدا الحد من الحريات مرفوض مرفوض مرفوض. طبعا احنا لما بنيجي نتكلم على الفن والابداع ما بنتكلمش على الفن المبتذل، الفن المبتذل ده بره التقييم على الاطلاق، لانه ما حدش يرضاه، لا 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 الاسر المصريه ولا اي حد يرضى الفن المبتذل، ومرفوض وكل الشعب المصري رفضه. لكن انا بقول لما الحياه هتنتظم ولما المجتمع يبقى مجتمع سوي ومجتمع يعني في عداله اجتماعيه وفي الناس عارفه تعيش كويس، والفن ايضا هينتظم، الفن نفسه حتى لو في فن مبتذل هينحسر، لانه زي ما احنا عارفين الفن بيعكس الواقع، الواقع كان متردي جدا، وبالعكس الواقع كان بيدعم هذا الفن المبتذل. لما الواقع هيبقى واقع عظيم وواقع رائع، القيم والاخلاقيات وكله هترجع من خلال الفن، والفن هيمثل الواقع. بخصوص الفن يعني عايز اعرف اخر اعمال حضرتك الفنيه، وهل في رمضان الجاي هنشوف اعمال لحضرتك؟ ان شاء الله بنعمل مسلسل اسمه وياتي النهار، هو بيتكلم عن لماذا كان يجب ان تقوم ثوره في مصر من خلال قطاعات شعبيه
كتير جدا، منها العشوائيات ومنها الناس الفسدة والناس الأغنية والناس الطبقة المتوسطة وكل اللي كان بيعني الشعب المصري قبل ثورة 25 يناير. وبننهي خمس حلقات الأخيرة بقيام الثورة. أنا بعمل دور فتحية، الست اللي بتبيع شاي في الشارع واللي هي شديدة الفقر وتحت خط الفقر، وبتربي بتحاول تربي عيالها، عندها بنت في الجامعة، عندها بنت متطلقة وعندها عيل طبعا نتيجة للظروف، عندها ولد شبه كفيف، وبتصارع الدنيا بحالها وبتروح للمسؤولين عشان يعالجوه، وهو العلاج الحق الطبيعي لأي إنسان في دولة. فمش عارفة تعالج يعني عينين ابنها لغاية ما بيصاب بالعمى. وبنشوف قد إيه بقى المعاناة اللي فيها هذه الأسرة وأسر غيرها لغاية بقى بتقوم الثورة. العمل من إخراج الأستاذ محمد أستاذ محمد فاضل، واللي كاتبه مجدي صابر، إنتاج صوت القاهرة. فريق العمل لمحضرتك أستاذ عزة العلايلي، أستاذ عزة أبو عوف، أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، محمد متولي، يعني مجموعة كبيرة جدا. إن شاء الله العمل هيعرض في رمضان. إن شاء الله مفروض. طيب أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا.